نكمل مثل ما قلنا أن في هذا الخيار في هذا عند الضغط عند هذا السهم الصغير هني يطلع لي كوبي الاي دي أو أرسال دعوة. انزين هني عرفنا أن الجوين لي عند إرسال شخص لي دعوة أو عنده عفوا إرسال شخص لي الاي دي ماله أو عند امتلاكي أي لينك هني. أما هذه القائمة لي أنا شخصيا لما نكون أنا مديرة هذا الاجتماع، لكن هذه أنا كأحد أعضاء هذا الاجتماع أي جوين هذه القائمة أكون عضو وليس مسؤول عن الاجتماع، وهذا هو القائمة اللي لعمل اجتماع أكون أنا مدير الاجتماع. أما بالنسبة لهذه القائمة، هذه القائمة طبعا تكون لعمل اجتماع بتخطيط، يعني لو نضغط عليها نلاحظ هني عندنا عدة أشياء لازم نضبطها عشان نسوي اجتماع. لنفرض أن أنا معلمة وأبي أحط لي ميتينج أو أبي أحدد موعد الميتينج. هني أول شيء في هذا المستطيل مثلا حصة اللغة العربية، هذا عنوان الميتينج، حصة اللغة العربية، هذا بالنسبة لعنوان الميتينج. ها هني نلاحظ أن هالمستطيل لي اختيار متى الميتينج، طبعا حطينا تاريخ في 4 في تاريخ 24 ديسمبر 2020 يوم الخميس. هني راح نلاحظ أنه لضبط الساعة لنفرض أنه راح نحطها في الساعة 8:30 صباحا. في هذه القائمة نلاحظ هني أنه حاط لنا من وقت لمتى كم مدة الاجتماع. طبعا المعروف أن 45 دقيقة، فنلاحظ هني في 45 دقيقة هني عنوان الميتينج، هني متى الميتينج يكون تذكير لي ولي أعضاء المجموعة أو لطلابي. لنفرض أن أنا الحين بسوي اجتماع لأحد حصصي في الأسبوع المقبل، في هذا الخيار طبعا نلاحظ انه كاتب لي يقول لي او يسألني انه اذا كنت ابي هذا الميتينج كل اسبوع او لا، يعني يعيد لي كل اسبوع هالميتينج يكون موجود، او انه اضطر انه انا كل اسبوع ادش اسوي الميتينج مرة ثانية واعبي كل هالبيانات، او انه دايركت يكون موجود هذا الميتينج كل اسبوع. هذا بالنسبة لهذا الخيار. بالنسبة هني لاحظ انه يقول لي ان الميتينج هل تبي كمعلم كأنت كمعلم هل تبي الميتينج انه يظهر للشخص من الاي دي اللي هو هني هذا الاي دي اللي قلنا عنه المخصص لي لحسابي اللي هو موجود هني الخاص فيني. فطبعا الأفضل أن نحطه، الأفضل يكون الاي دي على الاي دي. هني لاحظ أنه لازم طبعا هذا الخطوة مو إجبارية، لكن أنا كمعلم هل أبي طلابي يدخلون الباسورد؟ لنفرض أن حطينا هذا رقم الباسورد، لنفرض أنه في يوم الخميس جاء يوم الخميس الساعة 8:30 يدشون دايركت كذي الطلاب إلى الاجتماع، أو لازم يكون في رقم سري أو باسورد عشان لدخول الاجتماع. طبعا الأفضل أن نحط باسورد، والسبب أنه ممكن طالب من أي مدرسة ثانية يدش الاجتماع كذي، فالأفضل أن كل طالب من طلابي أنا كمعلم يكون عنده
هذا الباسورد ويكون حافظه، فعند الدخول على الميتينج بالأيام الجاية يدخل بس الباسورد هذا، فيدخل الباسورد هذا ويدخل على الميتينج. هذا بالنسبة لهذه الخيارات. أما بالنسبة لهني نشوف أنه للفيديو، طبعا هني الفيديو هذا بالنسبة للمعلم وهذا بالنسبة لطلابه، أو هذا بالنسبة مو شرط كمعلم، هذا بالنسبة لمدير الاجتماع، وهذا بالنسبة للأعضاء المشتركين في الاجتماع. فمدير الاجتماع ممكن أنه يتحكم بالفيديو، هل يبي الفيديو مفتوح أول ما يدش على الميتينج أو مسكر on or off. وهني بالنسبة للأعضاء المجموعة أو أعضاء المجتمع المشتركين بالاجتماع، هل الفيديو مالهم يكون مفتوح أو مسكر. هذه بالنسبة لهذه القائمة. طبعا هذه القائمة جدا مهمة لاجتماعات يتم تخطيط لها. طبعا نضغط سيف، عند الضغط على سيف راح يتم حفظه، ويمكن التعديل عليه. طبعا الحين تم حفظ الاجتماع. مثل ما قلنا هني سوينا الحصة مخطط لها أو اجتماع ميتينج مخطط له، وهني بدون تخطيط هني الشخص مدعو إلى أو يريد الانضمام إلى الميتينج، فهني نلاقي الاجتماع المخطط له هني عند الضغط. طبعا هذا الاي دي مثل ما ذكرنا من زمان في بداية هذا، وهني نلاحظ ان هذه الحصة موجودة، يعني عنده عمل عديد من الاجتماعات راح تظهر هني اجتماعات مخطط لها هني راح تظهر. اوكي انا كمدرس حطيت لي اجتماع ابي اغير بالوقت، هني لاحظ انه من الساعة 8:30 الى الساعة 9:15، انزين ابي اغير، ابي احط الاجتماع مو 45 دقيقة، ابي احط الاجتماع 30 دقيقة. اضغط هني فاروح هني واغير، بامكاني اغير. لاحظ هني سيف، راح يتم تغيير مدة الاجتماع من 45 دقيقة إلى 30 دقيقة. فننتظر يتحمل شوي. لاحظ ان هني تغير، قاعد يتم تغيير الاعدادات كلها. مثل ما قلنا حطيناه 30 دقيقة، فتم تغييره من 8:30 الى 9:30. اوكي ممكن ابي الغي الاجتماع هذا بعد ما سويته، فأبي ألغي. أو مثلا حاليا جاء يوم الخميس، بداية قبل إلغاء الاجتماع جاء يوم الخميس، فأبي أبدأ الاجتماع، فأروح أضغط ستارت، أو أبي أنسخ الرابط أو أنسخ الدعوة هني وأغرشها لأي جروب أو أي معلم أو مثلا رئيس القسم، فأروح كوبي وأطرشه عن طريق الواتساب أو إيميل أو أي برنامج. فممكن يدخل علي هني مثل ما قلنا غير الإعدادات، الحصة أو الاجتماع هني ديليت،
فيقوم ويمسح الميتينج اللي سويته. هذا بالنسبة لعمل اجتماع بتخطيط. اوكي، نروح عند الشاشة الرئيسية